السلام عليكم متابعي قناة صوفي فاسا تي في. كما شفتوا مراد مباشرة من وسط مدينة الدار البيضاء الدور في منطقة درب السلطان فلاجيرو لتحت قرب دائرة الأمنية ديال البياضة. نشوفوا معنا هذا السيد هذا اللي أمامكم اللي تتشاهدوا معنا هنا على هذا المباشر اللي تعرض الاعتداء من طرف شي واحد عنده محل حداه. وهذا السيد هذا بائع متجول عنده فراشة بقصرية الحفاري ما بين ليلة ونهار تتفاجأ خدام على راسو تتفاجأ جاو شي واحدين دوروه قال لك ضربوه دمايات وروينا البارح هاد الشي هذا وقع مع السد العشية ياك اخي مع السد العشية وقع مع السد العشية هنا كتقع على مسيف حنا على حساب المعلومات اللي توصلنا بها السيد قال لك دوروه شي ناس تما خدامين مع شي مول المحل تيبقاو اسئلة مطروحة قام معنا على هذا المباشر اللي غادي تسمعوا من اللسان ديالو اشنو وقع ليه. فضاد محمد حامل البطاقه الوطنيه بي اس سي 1646 كندوي عايش في قصريه سميرن مع الحفاري في قصريه الحفاري في برون وقصريه في بروفيل ديبيو انا خصو كندوي عشري نسيت الموطور اش بغيت حسيت الموطور ديالو بغا يدوز واحد الطريق ديال الامام ماري ديرينا ديال الماي الماطر بغا يدوز قال لي لا ما دوش قال لي خلي السيد يدوز لقيت الله اكبر خلي السيد يدوز قال لي لا ما غاديش من هو السيد نقابي هذا معروف عبد الرحيم نقابي وكان في كونفدرالية ديال 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 النقابة ديال الشهادة السيد من الامن اللي خليه يدوز قال لا ما يدوش من هذا قلب على من الامن يدوز هزيت الموطور ديالو عندي اختي عندها واحد الفرع غادي تما غادي عندها مشي تجيب السبرديله ديالو صافي ديال البصر تما دوز من حدا اش تفاجئت بلا كنا من اللور ديالي ما عرفتش كيفاش طاح من فوق الموطور ما عقلش على راسي تجات قوة المساعدة داتني قوة المدنية داتني ما عقلش على راسي من دون السبيطار دون بلا وفود دون العشرين غش والحالة ديالي قدامك كتشوفوا الحالة ديالي الأصعيبة شي شوية مخيط الدم ديالي والدم ديالي من فوق قال لي فيه الدم معصور فيه الدم والحناك ديالي قال لي خصك الحالة ديالك حتى 3 أيام ولا 4 أيام ما تفش لك الجرح ديالك عاد تعرفوا الحالة ديالك كيفاش غادي تكون والسيد جابوه البارح جابوه البارح ما كاين لا اعتقال لا والو ما اعتقلوه ما والو طلقوه البارح علاش كيفاش اعتقلوه انا مخيط والبوليس بقوا معايا حتى 4 ديال الصباح وهم اعتقلوه قال جيب سيرتيفيكا بنين سيرتيفيكا اصلا ما كتعطاش بنين ما كتعطاش انا غادي نلف جيب سيرتيفيكا دابا جيب سيرتيفيكا وراه بقى قام بالواجب قام بالواجب اللي عليهم راه ما تسمتوا ليا فيها 25 يوم وتسمتوا لي الاقوال ديالي وجبت الشهود حتى هما يجبشوا قال يجبوا الشهود تمشوا غير لواحد وواحد قال لي صافي سير من بعد بما لا هذا ولا والو انا دار 30 عام في القيصريه انا هاد السيد الله جا دابا 3 سنين القيصريه ولا ولد دار فوضى بوحدو والراس بوحدو كيطلع حتى هو حاط معاه الفريشه في الزنقه حتى هو كيبيع حتى معاه في الزنقه حتى هو كلشي يضرب في الزنقه هو مفهوم بخير عطوه باش انا في الزنقه هو عطوه باش في الزنقه هو ما عندوش محل هو غير المحل ما عنده ما يدير بالمحل ديالو هو وغير المحل ديالو ما عنده ما يدير بعدو عنده ربع فلوس الزنقه هو ما عنده ما يدير بالمحل ديالو هو او سي تي تي تزني يوميا كيعيرني بواحد اللفظ وتحشم من سميشو باش انا يخليني نفاعل نبدا نعير فيه ويجيب لي البوليس ويجيب ويديني ولو كان ناس هو ديال سوروس واش كان راه مديرنا معايا ولا باش وما بغاش يمشي يجيبوها عارف قلت لرجال الامن قال لك لا ما قدرتش نجيبها من عنده هذاك الشيء تيبقى حر في ذاك الشيء ديالو شهود طلبوا لي الشهود ما جبت الشهود جات قبل قال لي جيب شهود بزاف ما جبت الشهود جاب قال لي قبل غير واحد وانا عندي ناس 500 ولا 600 واحد غادي يشهد لي ندير ندير مزيانه ديال كلشي الناس ديال نمشي للمحكمه انا وانا السيد ما عندي مع انا السيد ما عندي مع العدل اصلا انا جا السوق شكون عندي مع هذا وانا سابقو انا ب 30 عام انا سابقو ب 30 عام وانا جا 3 سنين دابا جا السوق هو كنعرفو التجار حنا كنعرفو التجار مالين الملقى ما كيهضرو كاع
تسمى التجار المالين مريحين كيبيعوا 20 سنة ما بينش فاش قدام المحلات ديالهم، مريحين كيبيعوا 20 في المحلات ديالهم. هذا السيد باغي يستعمر الدنيا كاملة السيد هذا. مصيفطني ديجا في رمضان، مصيفطني جا داير بيا شيكاية، بغير رمضان عاوتاني شيكاية جاب لي سيمانة الشيكاية، الطوموبيل ديالي صراحة مع الطوموبيل ديالو، تدار بيا شيكاية عند وكيل المالك، جاو داوني مع وكيل التجارة ديالي، جاو داوني البوليس. المطالب ديالي كنبغى جات السيد انا يبعد مني، انا ما انا بعيد يبعد مني ويبعد من الباعة حدانا، وما بقاش يستفزني الدمع عباد الله، ما بقاش يعيرني. طالب من السي حموشي، وكنطالب من رجال الامن، وكنطالب من سيدنا والمالك الله يخليه لينا، والله يرحم محمد الخامس والحسن الثاني، باش ياخذوا لي الحق ديال الناس السيد ويبعد مني، وما يبقاش يتعدى عليا منه ويبعد منه، الله ياخذ فيه الحق ويد النار.